يوم النحر الذي يجتمع فيه أهل الإسلام جميعا على فرحة وقربة إلى الله عز وجل، يوم شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة من عباداته العظام، يوم عيد وفرحة وبهجة، ويوم ذبح للأضاحي والهدي للحجاج بالمشاعر، فتراق فيه الدماء في ذلك اليوم. لا تعرف أمة الإسلام في سنتها جمعاء يوما يجتمع فيه من إراقة الدماء قدر لوجه الله سبحانه، يعلنون فيه هذه العبادة ويتقربون بها إلى الله كمثل هذا اليوم العظيم. ففيه يتجلى قول ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله سبحانه: فصلي لربك وانحر. سمي يوم النحر لأنه فيه تذبح الأضاحي التي يذبحها أهل الإسلام من البقر والإبل والغنم، وفيه يذبح الحجاج بمنى ما بين أيديهم من الهدايا، هدي التمتع وهدي القران وهدي التطوع المستحب الذي يذبح فيه المسلمون وينحرون هديهم بمنى والمشاعر بالحرم لأجل إتمام النسك والتقرب إلى الله سبحانه، امتثالا لقوله عز اسمه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويمتثلون قول ربهم سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.